السلام عليكم، معكم دنيا الزرق، صاحبة صالون كيدز ايدول بفاس، تحديدا السعادة قبلة البنك الشعبي الطابق الاول. هذه 4 سنين وحنا حالين صالون كيدز ايدول مختص بالاطفال والامهات، ماشي غير الاطفال بوحدهم، حتى الامهات ديالهم، لانه في ناس كثير تيجيب لهم الله انه هذا صالون فقط للاطفال، هو للاطفال والامهات. خدماتنا عندنا توسكي كواف استيتيك، الشعر، العرايسات، لو جيل، لا سير كومبليت، مانيكير بيديكور، حمام، كل شيء، ميكرو بليدينغ، غلاساج، كل شيء اللي تيختص باي صالون السيدات والاطفال كذلك. فاحنا هذا النهار مجتمعين، هذه ماشي حفله افتتاح، هذه حفله اونفا ماشي حفله، هذا اجتماع ملتقى الاصدقاء دايرينو مره تنديرو، تنبغيو نجمعو مع الاصدقاء او مع لي جروب ديال لي فيسبوك، باش يبقاو ديما على اتصال وتواصل ما بيني وبين الناس اخرين، كل واحد عنده حرفه تيديرها او خدمه تيديرها، فتنبغيو كنا نكونوا ايد وحده ومتعاونين مع بعض ونساعدوا مع بعض، لان دازت علينا ازمه كورونا، ازمه لا يعلم بها الا الله. وغير هذا يعني في الاول كانت دايزه ازمه كورونا كانت دايزه علينا مزيان، دابا الازمات كثر في هاد 4 شهور لدابا من سبتمبر لدابا، الله يرفع علينا هذا الوباء. دابا عاد بدينا نتحركوا، بدات الحركه تتحرك شويه، قلنا نديروا نعيطوا للاصدقاء ونجتمعوا، باش اللي بغات شي حاجه مرحبا بها ديرها وتخدم اي كل شيء، ملي تتحرك على واحد كل شيء تتحرك عليه. ف تنوسعوا هاد الحرفه او هاد الخدمات هذه كلها، تتمشي عند اي واحد كل شيء تيبغي يخدم وكل شيء، تنتعاونوا بعضياتنا فقط، هذا لا غير. واليوم هاد العشيه دايرينها جايبين واحد الفنان معروف غني عن التعريف، فنان الزمن الجميل، الله يشافيه والله يحفظه ويخليه لينا، لانه كبرنا وترعرعنا على اغانيه، ودابا جايبينو يعني يحضر معنا هاد العشيه هادي. بغيت نقدم لكم مريم، ايادي ذهبيه في هاد الصالون كيدز ايدول. انا ديما على تنهضر معكم كل ثقه وبكل مصداقيه، عمركم ما لقيتوا عليا كذوب. جربوا مريم كما انا جربتها وناس اخرين جربوها، عمرها ما عمرهم ما غيروها. فمريم تبارك الله عليها، قصه شعر ومشطات وتوسكي كواف، توسكي تجميل، توسكي كل شيء، مهما نهضر ما غاديش نصف الخدمه ديالها، لان الخدمه ديالها تقنيه عاليه وحرفيه ذهبيه. السلام عليكم، معكم مريم، كنحييكم من صالون كيدز ايدول، مرحبا بكم عندنا، وهذا شرف كبير لينا، وان شاء الله تجي وتخرجوا فرحانين ويعجبكم الحال وكل شيء على خير وبخير ان شاء الله. ودابا غادي نقدم لكم واحد الفنان اللي هو كبير هرم ديال فاس، الفنان المغربي سي محمد المراكشي. السلام عليكم، تنقدمكم الاسم ديالي، انا سي محمد المراكشي، الفنان الشعبي ديال فاس، اللي الحمد لله بجهد الله كل شيء تيعرفني وتنتوما كتعرفوني. وانا تنهدي هذه الكلمه للجمهور ديالي الكريم، وبالاخص لسيدنا الله ينصره اللي فضل الله ديالو عليا، وهاد السيده اللي دايره الصالون راها من العائله ديالي، وتنتمنى لها السعاده وتنتمنى لهم طول العمر وتنتمنى لهم خدمه مزيانه، ونطلب على الله تشرفوهم، راه تصالونا ان شاء الله في الكوف وقبلوا عليهم، وانا راه تيحصل لي الشرف اللي تنحضر في هذا الحفل العائلي، قول عائلي لانه حفل متميز. وشكرا، وانا تنسلم عليكم كاملين وتنحبكم وتنبغيكم. السلام عليكم، اليوم انا جيت سعيده بتواجدي مع اختي وصديقتي الغاليه لالا دنيا الزرق في هذا المحل ديالها كيدز ايدول، اللي هو محل اللي معروف تبارك الله وعنده اقباليه جميله في التجميل ولا بالاطفال، بدات بالاطفال ولكن دابا سالي مامون ديالهم، وكان ذلك عندها واحد سبا زوين بزاف، خاصكم تزوروها ان شاء الله بحول الله. انا جيت اليوم الى جانب هرمين كبيرين في الاغنيه الشعبيه المغربيه، السي
المراكشي اللي حنا غنيين عن التعريف واللي كنعتزوا به في العائلات ديالنا وفي الاعراس ديالنا، وكذلك الفنان سفير الاغنيه الشعبيه عبد اللطيف بناني. واليوم انا جيت كصديقه وكفنانه وكفالة جمعويه وكفنانه اللي نحتفل مع صديقتي الغاليه في هذا المجمع. نتمنى ان شاء الله لها الاستمراريه ومزيد من العطاء، ونتمنى الحضور الكريم دائما. ربي يرفع علينا هذا الوباء باش نجمعوا دائما في افراحنا وفي مسراتنا. وكنحيي كل امهات وبنات فاس وكل الامهات والاخوات المغربيات وكل المغاربه، والله ينصر سيدنا والله يرفع علينا هذا الوباء كما كنقولوا، وربي يوفقنا جميعا لما فيه الخير. ونتمنى ان شاء الله هذه الامسيه تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. كانت امسيه اسريه جميله، الله يوفق الجميع ولا تكونوا ضيفه خفيفه على قلوبكم. وكنشكر ميديا نيوز فاس على هذه الاستضافه الجميله وعلى دائما الدعم ديالهم للفنان ولكل الناس اللي في اي مجال ديالو كيساعدوه باش هكا يوصلوا الصوت ديالو والبروجي ديالو او المشروع ديالو للناس باش يشوفوه. شكرا لكم على هذه الاستفاده الجميله، وكنتمنى لكم التوفيق كذلك ولكل المغاربه، والله يحفظنا من كل شر لكل المغاربه ولكل الاسره العلويه وكل الامه الاسلاميه ان شاء الله. تحياتي لكم، معكم الفنانه والجمعويه وسفيره السلام كريمه بناني. تبارك الله عليكم، شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الفنان عبد اللطيف بناني التازي، الملقب بسفير الأغنية الشعبية النظيفة وسفير تازة للفن الراقي. كنحيي الجمهور، هذا الجمهور الطيب اللي حاضر، ومن خلالهم كنحيي الأخت ديالنا والعزيزة ديالنا لالا دنيا الزراق، وكنبارك لها هذا الفضاء الجميل اللي الحمد لله غادي يزيد في الرونق ديال البلاد ديال مدينة فاس، والناس والصبيان كذلك يلقاو واحد المكان كي أطير اللي يجلبهم لهذا الفضاء. كنتمنى لها التوفيق والاستمراريه والازدهار ان شاء الله. وكنبارك لكم جميعا، وهذا شرف لي باش نحضر في وسطكم ونكون. وكذلك نحيي جريده فاس نيوز اللي كتواكب كل صغيره وكبيره، الرائده اللي انا اسميها الرائده، وفي شخص المدير ديالها والطاقم كله ديالها. تبارك الله عليكم. وشرف لي انني نحضر مع هذا الفنانين اللي حاضرين اليوم كاملين، للدي جي وسونوريزاسيون، ولا الاستاذ الكبير سي محمد المراكشي، والفنانه المنشده الاخت ديالي كريمه بناني، وكاع اللي حاضرين والفنانين اللي غادي يجيو واللي غادي يحضروا حتى هما اللي اديتوا هذا الفضاء والنشاط. وكنشكر جزيل الشكر هذا الجمهور على الاستقبال الحار اللي استقبلوني، وعلى النشاط ديالهم الامبيونس ديالهم. كنتمنى يزيدوا في الامبيونس ديالهم. مع تحيه لكل عشاق عبد اللطيف بناني والمدرسه البنانيه الفنيه التازيه، ولكل الناس ديال الكلم المحبين في الفن الراقي وفي الفن النظيف اللي احنا محتاجين له في هذا الوطن، واللي احنا محتاجين للحفاظ على التراث ديالنا. والفن الشعبي هو وجزء لا يتجزأ من الهوية ديالنا والثقافة ديالنا والتراث ديالنا. لذا أنا كنطلب من الله ومن المسؤولين أننا يشجعوا هذا الفن، لأنه الآن كيعيش واحد المرحلة كارثية. ماش نقولوش غير الجائحة، الله يفرج علينا، الله يشافي الجميع، الله يرحم اللي ماتوا فيها، والله يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء. ولاني أكثر من ذلك، الفنان تضرر في الجائحة، متفقين لا نقاش فيها، تضرر بزاف الفنان. وكنتمنى أن يعوض علينا الله سبحانه وتعالى كل الفنانين، يعوض عليهم الله في القادم إن شاء الله. وربك خلف ماشي تلف، ولكن المسؤولين يعتنيوا بالميدان ككل، لأننا في أمس الحاجة باش نخليو الفن ديالنا طيب نقي للناشئة اللي جاية والمستقبل ديال وليداتنا يحسوا أننا خلينا لهم تاعنا فن راقي. مع تحيات أخوكم عبد اللطيف بناني. السلام. أحبائي كما خبرتكم، عندنا باك العروسة، وعندنا باك العروسة بيان سور يشمل عدة أشياء، وعندنا حمام سينياتور وحمام العروسة. يعني هادو كلهم فيهم واحد الميزة زوينة، ما دايرينش هادشي كله عادي. حتى الحمام العادي راه ماشي عادي، غير تنقولوا عليه عادي باش يتميز
حمام سينياتور يتميز حمام العروسه، سي بور سا تنقولوا حمام عادي، مي هو فيه حوايج اخرين قمه الاستمتاع وقمه المتعه للناس اللي هيجيو يدخلوا للسبا عندنا. مرحبا والف مرحبا بالجميع. وشكرا، كانت معكم دنيا الزرق من صالون كيدز ايدول. مرحبا بالاطفال الصغار ومرحبا بالكبار. شكرا. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا مره واحده اخرى في صالون كيدز ايدول المتواجد في السعاده قبلت البنك الشعبي، ودابا غادي نوريكم الخدمات ديالنا. يلا معايا. هذا البيس ديال الاستيتيك، كاين لي زاباغاي ديال سوان دي فيزاج، كنديروا الميكرو بليدين، كنديروا الكلاصاج ديال لي ليفغ و تو سكي استيتيك بوغ لي فام. دابا تمشيو معنا نوريكم الحمام. هانتوما معنا في الحمام. كنبغي نذكركم بان الحمام بيان شوفي لا من الناحيه الارضيه ولا من الناحيه ديال الرخام ولا من ناحيه ديال الزليج، وكوجي بيان شوفي غادي يعجبكم الحال ومرحبا بكم.